بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، شؤون الفتاوى للمجلس الأعلى لعلماء أركان وتمام، معزز ممبران وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتهي أرجو عزيز بي كان مصر زاني بالله صار تاين مصر الخلاصة سويدي بيبين زمر گرد تند زمر اجازه سارا نیلان نان شرعان جایس نه ما بابت تو اشوگی زرگر ما بابت تون یا تو بشی اشوگی هسپیتال زافره اندر اندر لحاجات اینر بنار وره زمر اجازه سارا گفتو نیلان نان جایس نه ایو نران مونتون بای سوال جواب لحاضری فاقولو بالله توفیق آن بایر سوال جواب ای مسئله یعنم مده أكثرية أهل علم فقهاء كرام وكل فرمات دي ما بافتون أشغلي فجنتو ما بافو هسبيتالوت إيري بيار إمي زيب الله زيب الله فجنتو زامر إجازة سارة زامر غرطون ببين نيرنان شران جايسناي باس إمام الخط دي من ضم شيخ احمد بن حنبل رحمه الله عليه فرمات دي زامر اجازه سرا بو زدي زهونو دكه زهونو خطل زهونو وجل قلت ني لنيكي زيبا زامر وره نفقات اسه مصروفات دي افره ايبا ساقتي دي بوغوي انا هد امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه شيخ الاسلام ابن تيميه خطيان ره اختیار کجی؟ اتاق ونگری خیلی کجی؟ ایت تو شب آبیک زامیر گرد تون بوی بیبیه بیبیه نیری نفرد نفره. ابر زرفر ما با فسیت ارمما ده لب جانویه ده فرانس از زاریه ده ایت هم تو جنتو. زامیر جازو سر زامیر گرد تون بیبیه نیلانن شرعان جایس نی. زودی نیلی دویی. زیبا مصروفات واجب زمیر وری ببیندر ای مصروفاتی با ساقیتی دی بگوی ای با مطالبه گرینی وری بشاران ببی تیل که جنو تا خطرنک مسئله یا خوان سورة النیسار 33 نمبر آیات مدر اللہ سبحانه و تعالی فرمار قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا آيات محمد الله سبحانه وتعالى يرى قريب زمين أولي الأمر ببير زیتون فجن تو زرفان اور ادنا ده اتون فجن تو زرفوار بافلی باف باف نتاقیله باف زعات باي باي نتاقیله سازا سازا نتاقیله موان اندیلاریا ایتار ولی که گارجن اولیلامر زرفای بار بیاگر ادی باش شما دو فجن تو گارجن سر اولیلامر سر بیاگ دوام نان سهینو سهیاد شریم داسه لانه که ها ایلا به ولیین اهان زیرفازه تتوی اور دیفرایو اهان زامایی بافس زعاتو گیه گوی زیرفار زامایی یعنی بی بی شو هر زیبا زیبا شامی با بافس زعات اولیو لامر الرجال قوامون علی النساء منیان زدین مشاعر هست زیرفار بی بیر این بکن حفاظت کردن نزدیم مرلگی زامایی وادو مشاعر این نسقتی قدر ثابت سیابر تلمل لنجری با थाना थाने को भी बैठने वाले बुज़ने क्यों हुई तो ये ऐहान बीबीर जिम्मेदार होने जमाई हर शून हर जुज़म में दे जमाई तुम बीबीर हैवाद करा क्या कोई जन्म होता मशाले हैवाद करा रिश्ते हैवाद करा वरीबु नफ़कात जिबासे इबादियाँ वरीबु खाना खीना खास हुआर गर बियारा मुले بیارم ولی دست دوای دیافریبو، هنی دیافریبو،
اي هناك كان طريقه يا زمان ورو واجب ان ديكي علم اعتبار زماني با بوتو نارو بشي حكمه تر اعتبار تقوى اعتبار بشي ان نو كلا الله سبحانه وتعالى ايات جمع ظهر مدي وليس الذكر كالانثى يعني ما يفوين مرتبطه نار غم يعني ايات بتو زدار بالا بالا ده تقوى اعتبار عباده تر جبا يعني حكمة اعتباري عقل اعتباري يعني مطلوب نايات الرجال قوامون على النساء يعني الرجال قوامون على النساء هن زمان زباسي ببور غرشين هر شيء زرعه بعد غرا فريو ات الله فقهاء غرام كل هودي كي زمان اجازة سارا اك ميلت الله جنتو زمان غرتو نيلان نشاران جائز نهي ما هو أشوفه لود ما هو زيارة الله ولي وجنتو ما هو غر غر فجنتو وجنة هذا هو زمان كنت نيران شران جايس ناي بيتة هذا تموتا بيارا مويدة الله هسبيتال زيب الله نيلي فاره وين الله نيلي فاره وين الله نيلي فاره إن بكين غال فرا هذا بيتة هذا صحيح هتقول لي كي زمان الإجازة سارا بالكل نيران جايس ناي كينتو نير هذا أسي একখানা করে হতা আছে দেখি হরি যা আছে হরি কিবা মা বাপর মঞ্জিলাত জামাইতুন এহতারাম করা ফুরব ইজ্জত করা ফুরব আর হরি যা আছে ইবা আবুদুল্লাহাবাদ পর্যন্ত মুহারমাতের বুদরে ও মহাতু নিসা ইকুম কোরআন মহম্মদ আছে এতল্লা বলিয়রে মুরব্বী অকল অনারা জাতি তারা জের হুয়া বিয়া গুজ্জ তোমার তুন ইতারর খানদান ও রি তার বাদ আছে হালা হালি তারা রদ দে তোমার তুমি এটা করে যা ঘুরিব তোমার উগত আছে রিষ্টা বনে গিয়ে গই তুই তারা তো আলোক সালক না পারিবা সজ্জাতাই না পারিবা যাই হলে ফথা তদ্দুর হলে মাফ করিবা আর আছে যে তুই যদি জরুরত হজ্জ দৌড়ে মা বাপ অসুখ দৌড়ে এই যে আজ দন্ডান জরুরি জামাই তুম সাইয়ান ঘুরি হলে খন্ডল ঘুরি হলে বাঁধি হলে রাখিবা এটা লা আর ওর ওর তুমি এরে বড় বড় গৃহমত্তর যেভাবে বন ঘুরি পেলা বলে হদ দে ইশারান জায়েজ নাই আনারা ওয়াশিরুন বিল মারুফ ওয়াশিরুহুন বিল মারুফ তুমি যেতে তোমার যের ভাই বিয়া গজ তোমরা হুসনে মাশারাত করিবা এ ওর ওর লিও তো গমতা করিব আর তাসে তোমার এখানে বেশি জোর আছে লিও গমতা করিব ইয়ানি লিখি ইসলামে ইসলামের মতলব শরীয়তের মতলব আশা করি এদের পর্যন্ত সর জবাব দেখা দাও আল্লাহ আলম وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.